السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات في كل مكان وفي كل زمان، أتمنى لكم أن تكون حياتكم سعيدة هانئة، خاصة في ظل الكورونا وظل اللي هو الطور الجديد من تطور هجمة الكورونا والفيروس الكورونا علينا، واللي حصل خاصة في الغرب منذ أسابيع، ونحن إلى الآن ما زلنا داخل بيوتنا، حركتنا ضعيفة جدا 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 جدا. وأتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وخير وأمن وأمان حيثما كنتم، لكم جميعا إن شاء الله. اليوم هنتكلم عن المحاضرة الثالثة في ثلاث محاضرات، أو الجزء الثالث. الجزء الثالث في الخطوط الهندسية اللي بنعمل المجتمعات المدنية، اتكلمنا فيه عن المتوازيات اللي بتحدد التاريخ وكيف يكتب التاريخ، والمسارات اللي بتحدد مسارات المجتمعات حينما توجد فيها مشاكل، فتبحث المجتمعات عن طرق لحل مثل هذه المشكلات. والثالثة اللي هي المركبات المجتمعية والكتل المجتمعية اللي بتمثل اللي هي مؤسسات المجتمع المدني. ده كان في الجزء الأول من المحاضرة. الجزء الثاني من المحاضرة تكلمنا عن وده عمل لنا البيت بشكل البيت بشكل مجتمع من الخارج، والبناء المجتمعي اللي احنا عايزين نعمله. الجزء الثاني من المحاضرة كان الأسبوع الماضي، اتكلمنا فيه عن اللي هو داخل المجتمع وحاجات المجتمع، وكيف نعرف حاجات المجتمع ونؤسس لها خطوط هندسية تستطيع إنها تتعامل مع كل حاجات المجتمع، وكان خطوط منها زي اللي هو المتطابقات، المترادفات، المتواليات، المتشابكات، المتقاطعات مع بعضهم البعض، لما بيمثلوا الخطوط اللي الخدمات داخل المجتمع او داخل المنزل اللي بتؤدي الى حصول السكان المنزل او حصول المواطنين في المجتمع على الخدمات زي الصحه والتعليم، وفي البيت مثلا بتكون الكهرباء والمياه والصرف الصحي والانترنت والتليفون الى اخره الى اخره. اليوم هنمشي في الجزء الثالث. الجزء الثالث هنمشي فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه على الكورونا، ها، وكيف نبني اللي هو المجتمع اللي هو المجتمع الانتجريتد، اللي هو اللي عايزين نبنيه. بس اقول اسم الشريحه الثانيه، المجتمع المندمج. المجتمع المندمج النهارده هنتكلم عن المجتمع المندمج اللي احنا كلنا املنا ان نبنيه، والكورونا كذلك. فأنا بشكر بس معاكم الأخوين محمد علي شوة ومحمد يوسف على الإخراج الفني، ونبدأ في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله. وأتمنى كلكم أنكم تكونوا في أمن وأمان من خطر الجائحة الكورونية اللي هي كل شوية هتطلع لنا سترين جديد يهاجمنا كلما تكاملت أو إيه تطورت في أطوارها داخل أجسامنا أو داخل المجتمعات. أنا بس بقول للإخوة اللي معانا إن الأصل في إننا نشوف العرض على اللي هو الزوم، يعني حتى الإخوة اللي على الفيسبوك أرجوكم إنكم تبصوا العرض على الزوم، علشان حكاية إن إحنا كل الشرائح اللي موجودة عندنا دي كلها نحاول إننا كل الشرائح اللي عندنا نحاول اننا فيسبوك حصل في حاجه. بحيث ان احنا ايه نتابع على الزوم. الشريحه اللي قدامي دي مكتوب فيها المقدمه اللي هي الفهرس بتاعنا، اللي هو فيه المقدمه نمره واحد، في اركان المحاضره بتاعتنا اربعه اركان. فانا محددت الاركان اليوم اللي هتكلم عنها في صيغه هرميه، صيغه هرميه هندسيه تعبر عن ان كل هرم بيؤدي الى الهرم اللي بعديه، كل هرم بيؤدي للهرم اللي بعديه. اولها اللي هو الهرم الصدمه، صدمه الكورونا اللي حصلت لنا. ثاني هرم هنتكلم عنه الهرم المسلمات المجتمعيه اللي احنا بناخدها ولا نشعر بقيمتها، ولا نشعر بقيمتها.
لا نشعر بقيمتها. الهرم الثالث هو هرم بناء الوعي المجتمعي. الهرم الرابع هو الهرم المجتمع المندمج. يبقى اما نتكلم عن الفهر بتاع المحاضرة اليوم هنتكلم فيه 4 أهرامات، اللي هو الهرم الصدمة، هرم المسلمات المجتمعية، هرم بناء الوعي المجتمعي، وهرم المجتمع المندمج، وفي الآخر هنتكلم عن الخاتمة اللي هتلخص لنا الـ3 محاضرات اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده معاكم. بعض الشباب بيقول لك طب ليه الـ3 محاضرات مش محاضرة واحدة؟ انت اتكلمت في الأولى عن التاريخ، واتكلمت عن بناء الهيكل المجتمعي، واتكلمت عن بناء الأساسات المجتمع، وفي الشريحة الثانية اتكلمت عن الخدمات المجتمعية اللي بنتكلم عنها، ليه بتدينا محاضرة ثالثة؟ علشان في المحاضرة الثالثة هننتقل بالبناء المجتمعي إلى مرحلة الاندماج المجتمعي. الاندماج بنسميه بالإنجليزي اللي هو انتجريتد أو الانتجريشن، أو القرب من الاندماج الكمال، فلا ناقص بعض. أنا بتكلم ليه في أول شهر في سنة 2021 بعد الكورونا ما عدت علينا بسنة أو أكثر على حسب ما طلعت الكورونا في الصين أو في أي مكان في العالم، وبنتكلم فيها عشان لا نيأس أبدا. يبقى ننتقل بالبناء المجتمعي إلى الاندماج أو القرب من الاندماج والكمال، فلا نيأس أبدا. نمرة 1. نمرة 2، أنا بقول الكورونا وبقول لنا كلنا جميعا إحنا لا هنخاف من الكورونا ولا الحمى الأسبانية ولا حمى الخنازير ولا سارس ولا حمى اللي هو الإنفلونزا الطيور، قصدي حمى الخنازير وسارس وإنفلونزا الطيور إلى غيره، مش هنخاف منهم، لكن هنحترس ونحترز منهم وهنعمل. لن نحبط ولن نقعد داخل بيوتنا عاجزين عن العمل كما حبستنا الكورونا في خلال عام مضى. فالمفروض في الجراثيم دي ما تخوفناش، المفروض نخاف من رب الجراثيم سبحانه وتعالى. فما يحدث لنا الان هو اختبار. اللي بيحدث لنا دلوقتي هو اختبار، انا هتكلم ايه لبعض النقاط اللي بتحدث لنا دلوقتي فهي اختبار. اول حاجه، اول الاختبارات دي للقدره بتاعتنا والمقدرات بتاعتنا، هل احنا عارفين قدراتنا قد ايه؟ عشنا سنه مع الكورونا، هل احنا عارفين قدراتنا ومقدراتنا قد ايه؟ دي نمرة 1. نمرة 2، تختبرنا في حقيقه معرفتنا وعلومنا اللي احنا عارفينها، ان احنا فعلا عندنا معلومات وعندنا علوم وعندنا علم نستطيع ان احنا نبني بيه مستقبل حياه الامم، ونبني بيه حضاره، ونبني بيه النهضه الى اخره. دي نمرة 2. احنا قاعدين في البيت، وكلما جلسنا في البيت اصبح كميه التفكير اللي في مخنا اعلى بكتير جدا من لما كنا بنخرج كل يوم وننزل ونروح ونقابل اصحابنا ونقابل جيراننا ونروح الشغل الى اخره الى اخره الى اخره. فجلسه البيت بتخلي قدرتنا على التفكير اعلى، علشان نفكر في حقيقه معرفتنا العلميه، حقيقه ما تقدمنا به من علوم. هل احنا فعلا العلوم اللي احنا تقدمنا بيها دي انشات حضاره دلوقتي؟ انشات حضاره؟ الحضاره الغربيه دي هل هي دي حضاره؟ ام انشات نهضه؟ وهل الحضاره دي حضاره حقيقيه ولا حضاره مزيفه الى اخره؟ ده اللي بنخيل بالايه؟ بنفكر فيه واحنا جالسين في البيت، واحنا الكورونا حبسانا في البيت. دي نمرة ايه؟ 3. حقيقة ايماننا، احنا بنؤمن بايه؟ احنا بنؤمن بايه؟ طول ما انا قاعد في البيت زي اي شاب او اي شاب من الشابات او الشباب، نقعد نفكر ايه هو الايمان؟ ما حقيقة الايمان؟ ايه انواع الايمان اللي عندنا؟ ان احنا بنؤمن بقدراتنا، نؤمن بنفسنا، نؤمن بمجتمعنا، نؤمن بوطننا، نؤمن بربنا، نؤمن بديننا، نؤمن بقيمنا، نؤمن بثقافتنا، نؤمن بتاريخنا، وهكذا. حقيقة الايمان اللي احنا بنتكلم عليه، وهي حقيقة القوة بتاعتنا. احنا ساعات دايما بنروح احنا اقوياء. اقوياء بايه؟ عشان عندنا تليفونات، عشان عندنا سوشيال ميديا، عشان عندنا انترنت. وايه ما هي مظاهر القوة؟ وما معنى كلمة القوة اللي احنا بنتكلم عنها؟ كل الحقائق دي كلها اللي هي خرجت لنا من تحت عباءة اللي هو الحبسة الكورونية اللي حصلت لنا في خلال العام الماضي. هل نحن أقوياء؟ وحقيقة إن الجرثومة أو الفيروس الصغير ده قهر الإنسان اللي هو المتكبر المتغطرس الضال المضل الظالم لنفسه والظالم لمن حوله. فجرثومة ربنا سبحانه وتعالى بعتها فأقعدتنا في البيوت، علشان أصبحنا شبه مشلولين الحركة. دي النقطة نمرة 6. النقطة نمرة 7 اللي هي حقيقة الفطرة، الفطرة بتاعتنا احنا، كل واحد فينا خلق على الفطرة. خلق على الفطرة، يعني فطرة المشاعر داخل الإنسان، داخل الإنسان وداخل كل فرد. اللي هي ومن دلائل الفطرة دي إن يعني دايما بنخاف من المرض، دايما بنخاف من الأشياء الوحشة، دايما بنخاف من الموت، ودايما بنحب الحياة ونحب المتعة ونحب السفر ونحب كل هذه الأشياء اللي بنتكلم عنها. ف
هل احنا عرفنا حقيقة فطرة المشاعر داخل أفئدة الخلائق؟ ومن دلائل الفطرة الخوف من الموت والسعادة بالحياة ومعرفة وجود الله سبحانه وتعالى الذي يتحكم في إدارة هذه الأكوان المحيطة بنا التي نراها من المسلمات. احنا بنشوف الشمس وبنشوف القمر وبنشوف النجوم وبنشوف السماء وبنشوف الأراضي وبنشوف البحار والمحيطات كمسلمات، لكن لو غابت عنا الشمس ولو غاب عنا القمر ولو غابت عنا النجوم ولو غابت عنا السماء يعني ولو غابت عنا البحار والمحيطات إلى آخره، هيكون حقيقة حياتنا إيه؟ شكلها إيه؟ هتتغير ولا لأ؟ دي الحقائق دي كلها كان جزء من الأجزاء اللي الكورونا خلتنا وإحنا قاعدين في بيوتنا نفكر فيها تفكير عميق. الشرايح السؤال دلوقتي لينا، هل كورونا علمتنا حقيقة هذه الحقائق اللي اتكلمت عنها اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للموقنين، انتم من الموقنين امثالكم، ها، واضحة جلية، جعلها للموقنين من امثالكم واضحة جلية، فسنصبح كلنا يعني من الموقنين بان للخلائق خالق؟ هل احنا هنؤمن بان الخلائق خالق ولا لا؟ يدير ويدبر لهم اركان الحياه داخل هذا الكوكب الارضي ليسعدهم ويبقيهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لهم، فلنحن من الموقنين يقينا بهذا ام لا؟ دي كل الحقائق دي كلها اجبرتنا الكورونا واحنا جالسين في بيوتنا وخايفين من الموت اننا نفكر فيها. دي نمره ايه؟ الجزء الاول. اكتشفنا بقى ايه اللي اكتشفناه بقى في الفتره دي كلها؟ اكتشفنا حاجه كثيره جدا، يعني ورق التوت سقط عن عورات كل اللي احنا بنتكلم عنهم. لقد اكتشفنا ان الاعلام سراب، الارهاب خراب، الارهابيون ماجورون، السياسيون افاقون، النظم العالميه هي نظم استغلاليه وان واي سيستم، الشعارات الدوليه المجتمعيه هي شعارات استعماريه. كان عندنا ورش عمل وعندنا مؤتمرات عملناها على ايه، كولونايزيشن او اوف ايد، يعني ازاي ان الناس بتستغل اللي هو الانفورماتير ايد، ازاي المؤسسات الدوليه الكبرى او ازاي اللي هو الحكومات بتستغل بعملت الجزء من الايد اللي هو الاستعمار الانساني، يعني حاجه اسمها الاستعمار الانساني. العداله الاجتماعيه اصبحت سرقه المخدرات المحليه، انظروا لافريقيا وانظروا ماذا يحدث في افريقيا، ماذا يحدث في افريقيا من سرقات من الدول العظمى لمقدرات الشعوب الافريقيه نهارا جهارا. دي ايضا الفقير، عرفنا في فتره الكورونا دي ان الفقير ليس له نصير، واليتيم يعتبر لئيم، والارمله ليست جوهره كما تتحدث عنها الاديان، والمريض يعتبر بغيض، والشريد يعتبر طريد، والمسكين يعتبر ذميم، والغريب دميم، والحكيم سقيم، والعالم غانم، والفقيه سفيه، والافتاء هراء. اقولها تاني، لقد اكتشفنا ان الاعلام سراب، الارهاب خراب، الارهابيون ماجورون، السياسيون افقون، النظم العالميه نظم استغلاليه، الشعارات الدوليه المجتمعيه شعارات استعماريه، العداله الاجتماعيه سرقه المخدرات المحليه، الفقير ليس له نصير، اليتيم لئيم، الارمله ليست جوهره، المريض بغيض، الشريد طريد، المسكين ذميم، الغريب دميم، الحكيم سقيم، العالم غانم، الفقيه سفيه، والافتاء هراء. زي ما احنا شفنا في كتير جدا من الدول بيطلع المفتي يتكلم كلام يضحك، يعني ما انزل الله به من سلطان. نداء هنا للشباب، افيقوا ايها الشباب، فهذه هذه اشارات وعلامات تجعلنا قادرين على استيعاب الحياه واركانها، ثم معرفه قدراتنا ومقدراتنا. احنا قاعدين محبوسين وما كان من قوانا، فهل نحن فعلا حقا اقوياء؟ هل نحن حقا اقوياء بعد ما شفنا هذه الاشياء اللي بنتكلم عنها وعلمتنا اياها الكورونا واحنا قاعدين في بيوتنا؟ الشريحه نخش في أركان المحاضرة الأربعة، أركان المحاضرة أربعة، أربع أهرام، أنا قلت هتكلم عن المحاضرة بالأهرامات الأربعة، أول هرم اللي كان على الصفحة في الأول كان الهرم بتاع خوفو، وده الهرم اللي أنتم شايفينه في الشريحة، هو هرم سقارة اللي موجود، والأربع أهرامات، في هرم اسمه هرم الصدمة اللي هو من تحت لفوق، وفي هرم قيمة المسلمات المجتمعية، ثم هرم بناء الوعي المجتمعي، ثم هرم المجتمع المندمج. يبقى بنبدا بهرم الصدمه، وبعدين نرتفع هرم قيمه المسلمات المجتمعيه، وبعدين ننتقل الى هرم بناء الوعي المجتمعي، ثم ننتقل الى هرم المجتمع المندمج معنا ايضا. اول هرم، هرم الصدمه، احنا اتكلمنا عن ان كورونا لغايه دلوقتي اصابت 95 مليون انسان في العالم. 95 مليون انسان اصيبوا بالكورونا في العالم.
52 مليون شفيوا الحمد لله، يعني اكثر من 54% شفيوا، و2 مليون ماتوا، يعني حوالي 2.5% ماتوا، والباقي لسه بيتعالج هنا وهناك. فمعناها ان الكورونا مش نكته، حتى ولو كان في نظريه المؤامره او نظريه اخرى، فاحنا لابد نتعامل معها تعامل واقعي من خلال الارقام. هرم الصدمه معناه هو ايه؟ بيتكون من ايه هرم الصدمه؟ هرم الصدمه ده بيمثل لنا ان واحد حصلت له صدمه وافاق من الصدمه وبدا ايه ينظر فيما حوله لكي يعالج اثار مثل هذه الصدمه ويخرج من الصدمه لشيء ثاني. اول شيء في هرم الصدمه بنتكلم عنه هو ان مرحله الافاقه، يبقى بعد الصدمه بتحصل الافاقه، بنفوق من الصدمه نفسها. وبعد ما نفوق من الصدمه بتكون عندنا اللي هو بننظر حولنا لنرى اثار الصدمه دي موجوده في المجتمع اللي احنا فيه. وان بنعرف حجم الصدمه اللي بنتكلم عنه، وان بنفكر كيف نتعامل مع الاثار السلبيه للصدمه، ثم نقدر هذه الاثار السلبيه، ثم نضع رؤيه، ثم نعمل عمل اللي هو بعد ما نحدد اثار الصدمه. يعني بنتكلم ايه؟ هذا يبقى في هرم الصدمه الاولانيه كلها اللي هو صدمه الكورونا، بتخش في مرحله الافاقه، ثم النظر فيما حولنا لنحدد فيما بعد، نحدد فيما بعد اللي هو اثار الصدمه، ونعرفها مع المعرفه، ثم التفكير، ثم التقدير، ثم الرؤيه والعمل. ما فيش حد يقدر يعمل عمل من غير رؤيه. ما فيش حد يقدر يعمل عمل من غير رؤيه. الظاهر الفيسبوك عندي مش شغال كويس، اظبطه تاني. مع حضرتك دكتور. انا بس بشوف الفيسبوك ده على الصفحه الصغيره الصفحه الكبيره. المهم يعني فالهرم بتاعنا هو الافاقه، ثم النظر، ثم المعرفه، ثم التفكير، ثم التقدير، ثم الرؤيه، ثم العمل. يعني ما فيش حد يستطيع ان هو يدخل على يعني يعمل عمل بدون ما يكون له رؤيه، وبدون ما يكون في تقدير للعمل وتفكير في العمل ومعرفه للعمل ونظر وافاقه. فده بالنسبه اول هرم هنخش فيه جميعا في هذا المجال. ده اول هرم بنتكلم فيه. الهرم الثاني اللي هو اتكلمنا فيه اللي هو قيمه المسلمات اللي على مثالنا الكورونا. الكورونا علمتنا ان في مسلمات مجتمعيه كثيره كنا بنتعامل معها وهي موجوده وما شعرناش بيها الا لما حبستنا الكورونا. من المسلمات دي اول مسلم اساسي في بناء المجتمع هو مسلم الاسره. الاسره الاب والام، الزوج والزوجه والاولاد، الزوج الذكر والزوجه الانثى والاولاد. كنا حاليا دلوقتي يمكن ما نقدرش نزور اخواتنا، ما نقدرش نزور ابونا، ما نقدرش نزور امنا. المسلم الثاني اللي كان عندنا برضك العائله الكبيره اللي كانت موجوده ومش قادرين نتعامل معها الان على الاطلاق. المسلم الثالث الاصدقاء، اين الاصدقاء عشان الزيارات في وسط هذه الجائحه الصعبه اللي بنتكلم عنها؟ الجيران، حتى الجيران لا نستطيع اننا نزورهم او يزورونا الى اخره. والمجتمع، سواء كان المجتمع ده على مستوى الشارع، على مستوى الحاره، على مستوى القريه، على مستوى المدينه الى اخره. فاصبحنا حركتنا اللي موجوده داخل مجتمعنا محدوده محدوده محدوده. ليه؟ للخوف من الموت والخوف من المرض الى اخره. الوطن بتاعنا في دول كتيره جدا اصبحت الاوطان في الوطن بتاعها بيتقطع ويتمزق ويتشرذم الناس فيه، زي للاسف والعياذ بالله ما هو حصل في سوريا وبيحصل في اليمن، وزي ما بيحصل دلوقتي في ليبيا، وليبيا تحاول تتعافى، وزي ما كان حصل قبل كده في العراق الى اخره. فممكن كل هذه الاشياء بتشعرنا بقيمه الوطن المستقر اللي احنا لابد ان نجعله مستقر مره اخرى. بتشعرنا ايضا بقيمه القيم والاخلاق والثقافه اللي عندنا دلوقتي اللي احنا كنا واخدينها كمسلمات، لكن دلوقتي لو وجدنا ان في يفرض علينا قيم وثقافات واخلاقيات ما انزل الله بها من سلطان. دي نمره ايه؟ نمره سبعه. نمره ثمانيه الانتماء والتاريخ بتاعنا، احنا منتمين لمين؟ احنا تابعين لمين؟ تاريخنا هو ايه؟ لابد نعرف تاريخنا، ولابد نعرف امتنا شكلها ايه؟ كل هذه الاشياء بنتكلم عنها اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها قيمه المسلمات اللي كانت عندنا، ده الشموس اللي كانت طالعه وبنشوفها كل يوم، ودلوقتي فقدنا رؤيه هذه الشموس مره اخرى.
قيمة الحرية، الحبسة. يعني الناس بيقول لك أنا مش عايز السجن، مش عايز أعتقل، مش عايز أؤسر. ليه؟ لأن باخد حريتي. أنا دلوقتي فقدت حريتي وأنا قاعد في بيتي. ليه؟ لأن الجرثومة دي خلتني أفقد مثل هذه الحرية. قيمة الكرامة والعزة اللي عندي لما أجي أروح مستشفى من المستشفيات، وكتير جدا بنشوفها في التلفزيونات حاليا، المستشفيات مكتظة بالناس، أو في بعض البلاد فيها عملت الشعب بتاعها قسمته لفئات، في فئة متميزة وفئات غير متميزة. فمستشفيات الدرجة الأولى للفئة المتميزة عندهم، وباقي المستشفيات اللي ما فيهاش حتى غرف إنعاش أو غرف عناية مركزة، دي لعامة الشعب اللي احنا بنتكلم عنها. فهنا فيكون في إهانة للكرامة وإهانة للإنسان اللي عندنا. قيمة الأمن والأمان، كل الحاجات دي كانت مسلمات عندنا زمان قبل الكورونا ما جيلنا. كان في أغلب الدول كان عندها الأمن والأمان والاستقرار كذلك. قيمة التخطيط، أنا مش قادر أخطط، مش قادر أستقر عشان أشوف هعمل إيه في المستقبل. هل هسافر؟ هل هقعد؟ هل هخطط؟ هل هدرس؟ هل هدور على وظيفة تانية؟ إلى آخره. والآخر واللي هو الأمر الأخير اللي هو قيمة الإيمان والطمأنينة والسكينة، ودي أعلى قيمة موجودة في المجتمع. فالهرم بتاع قيمة المسلمات المجتمعية بيبدأ من الأسرة من تحت، ويطلع إلى أن يصل لقيمة المسلمات في الإيمان والطمأنينة والسكينة. فده الهرم الثاني. حينما نفيق من الصدمة اللي أنا اتكلمت عليها في الشريحة اللي فاتت، لصدمة الكورونا، بننتقل من هذه الصدمة بعمل بالرؤية اللي بتخلينا عمل، اللي بيدخلنا على نعرف قيمة المسلمات اللي كانت حوالينا وبدأنا نفقدها تدريجيا واحدة واحدة. الهرم الثالث ده، طبعا الهرم ده من أمريكا اللاتينية، اللي هو حضارة الإنكا القديمة اللي كانت موجودة في المكسيك وفي البيرو إلى آخره، ويعتبر من عجائب الدنيا الكثيرة اللي قدامنا، وهي حضارة عظيمة جدا لا تقل عن حضارة قدماء المصريين في مصر. الهرم الثالث اللي هو هرم بناء الوعي المجتمعي، يبقى احنا خرجنا من الصدمة إلى المسلمات المجتمعية إلى إن احنا بنبني الوعي المجتمعي. وهنا في الشريحة دي فيها جزئين، جزء ألف وجزء ب. جزء ألف هو صناع الوعي المجتمعي، لابد أن نعلم من هم صناع الوعي المجتمعي في مجتمعنا كلنا علشان نؤيدهم وعشان نقويهم وعشان نمكنهم. أول صناع الوعي المجتمعي هم الفقهاء المجتمعيين المتخصصين المستقلين. بمعنى إيه؟ يعني أنا فقيه مجتمعي. في فقيه شرعي زي الناس اللي بيفتوا في الدين وبيفتوا في الحديث إلى آخره، وفي فقهاء مجتمعيين متخصصين اللي هم الناس اللي بيفتوا في المجالات المجتمعية المختلفة، سواء كان في التنمية أو في الإغاثة أو في العمل الخيري أو في الصحة أو في التعليم. كل هؤلاء الناس أو بيفتوا في الدستور، بيفتوا في الاقتصاد، كل دول يعتبروا فقهاء مجتمعيين يستطيعوا ان هم يرفعوا الوعي المجتمعي بانهم يحطوا الحقائق والارقام على الطاوله للمجتمع لكي ايه يعرفها ويستقرئها. فلابد واحنا بنبني هرم الوعي المجتمعي من اسفل لاعلى، اول قاعده هذا الهرم تكون الفقهاء المجتمعيين المتخصصين المستقلين، بعدهم الفقهاء السياسيين، لان اصبح دلوقتي زي ما قلت قبل كده في احدى الشرائح الماضيه ان الساسه اصبحوا افاقين، وللاسف والأسف والأسف والأسف، دون ذكر أسماء الدول ودون ذكر أسماء البلاد، وإحنا شايفينهم وهم السياسة، هم مخربين. الفقهاء السياسيين والأحزاب السياسية المستقلة الفاعلة والمعافاة دي لابد أنها ترفع، تحاول أنها ترفع الوعي المجتمعي. الثالثة هي مؤسسات المجتمع المدني المستقلة اللي بتتعامل مع كل كافة المشاكل المجتمعية المتواجدة داخل المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، عشان تتعامل مع كل هذه المشاكل المجتمعية. دي المؤسسة المجتمع المدني. نمرة 4، المؤسسات الدولة الدينية. أيوة، مش نخدر الناس بقال الله وقال الرسول وقال المسيح لا، يعني الرموز الدينية والمؤسسات الدينية والمستقلة لابد أنهم يوعوا ويكونوا جزء من رفع الوعي المجتمعي للشباب وكل إيه أبناء المجتمع الموجودين. المؤسسات الإعلامية أيضا هي جزء من صناع الوعي المجتمعي. يعني بدل ما يكون عندنا ناس بتوع التوك شو نحن بنشوفهم دول، يعني انا لا، يعني في بعض الشخصيات اللي بيشوفهم في التلفزيونات العربيه والعياذ بالله، لا ادري كيف يكذب الانسان اليوم ثم يكذب كذبه اخرى غدا تضاد او تناقض الكذبه بتاعت امس، ثم يكذب كذبه ثالثه بعد غد
تناقض كذبه الامس وكذبه ايه او الامس. هذا نفاق وهذا مرض عند هؤلاء الاعلاميين. الجامعات والمعاهد والمدارس الثانويه والمدارس الاعداديه والابتدائيه، كل دول لابد ان يشتركوا في صناعه الوعي المجتمعي وفي بناء هرم الوعي المجتمعي. يبقى احنا ايه؟ كيف نصنع الوعي المجتمعي؟ ده قلنا اول الفقهاء المجتمعيين، الفقهاء السياسيين، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الدوله الدينيه والرموز الدينيه المستقله ورجالات الدين والمؤسسات الغير حكوميه، المؤسسات الاعلاميه المستقله ومؤسسات الدوله الاعلاميه، الجامعات والمعاهد العليا التعليميه، المدارس الثانويه، المدارس الابتدائيه وحتى الابتدائيه، مسيره الوعي تبدا من المرحله الابتدائيه، حتى تبدا من الحضانه، لانها تبدا من الام في البيت كمان. ده بالنسبه لصناع الوعي. بالنسبه للجزء الثاني اللي هو في صناعه الوعي المجتمعي، هو في فئات مهمشه احنا بنهملها ليه؟ لان نعتقد ان خلاص احنا ليس لهم قيمه ولا قامه. زي ايه؟ عمال اللي موجودين في المصانع والشركات دول بعشرات الالاف او بالملايين في بعض الدول. ها؟ ليه نهملهم؟ بالعكس هم دول اول الناس لان يكونوا مستفيدين من هرم الوعي المجتمعي. التانيين متقاعدين في البيت كلهم عندهم خبرات غير عاديه نستفيد منها وفي نفس الوقت نرفع وعي المجتمع، لان هم دول الثمن البنود او ثمن الاصناف اللي حطيتهم، هم دول يعتبروا ما لا يقل عن 50% من المجتمع، عن 50% من المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يبقى عمال المصانع والشركات المتقاعدين من العاملين دول لازم نرفع الوعي عندهم. احنا بس بنروح للناس اللي هم ايه متعلمين الكبار اللي كذا، لا لا لا، دول اللي هم في وظائف عليا، لكن دول هم اللي اذا ارتفع الوعي المجتمع عندهم هنستطيع نبني المجتمع المندمج اللي احنا هنوصل له في الهرم القادم. المتقاعدين من العاملين، سائق العربات، لان تعرف سائق العربات دول هم التاكسيات والحاجات دي كلها، عندهم كميه من المعلومات للمشاكل اللي بيسمعوها كل يوم من الركاب، والحلول تستطيع ان تكتب في كتب، تستطيع ان تكتبوها في كتب. فلماذا نرفع الوعي المجتمعي بتاعهم؟ ورش العمل الصناعيه والحوانيت التجاريه الى اخره، ايضا دي برضك عندهم خبرات كثيره جدا، فلابد نرفع الوعي عندهم. ربات البيوت اللي هم قاعدين في البيوت اللي ما بيشتغلوش، ما يكونوش جهله. الصناعيه بقى والعمال اليوميه وبائع الشاي في الشارع والسندوتشات والحلوى والخضار والمتجولين من عشر، ممكن اقول لك ايه الناس دي ما لهاش اي قيمه ابدا. هو مواطن مهم جدا في المجتمع، ولابد يكون من احد المدافعين او من احدى المدافعات عن الوطن حينما يتعرض الوطن للخطر. حتى البلطجيه والخارجين عن القانون نرجعهم مره ثانيه لكي ينتمون الى الوطن مره اخرى، حتى اطفال الشوارع اللي احنا مش عارفينهم يعني عايشين ازاي برضك ندخلهم. فدي هي الفئات المهمشه اللي احنا بنتكلم على انها تستفيد من الوعي المجتمعي. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ اتكلمنا في هرم الوعي المجتمعي ده عن صناع الوعي المجتمعي اللي هم الفقهاء المجتمعيين، الفقهاء السياسيين، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات الدوله الدينيه والرموز الدينيه المستقله، المؤسسات الاعلاميه، الجامعات والمعاهد العليا التعليميه، المدارس الثانويه الاعداديه الابتدائيه، حتى اللي هو الحضانه الشريحه. وبعدين المهمشين بقى اللي هم لابد نرفع المجتمع، تبدا من عمال المصانع، متقاعدين من العاملين، سائقي العربات والاجره ووسائل النقل، ورش العمل الصناعيه، الناس كتير، هؤلاء الناس كتير وهم بيحبوا البلد بس ما عندهمش وعي. ربات البيوت اللي قاعده في البيت، والصناعيه وعمال اليوميه وبائع الشرب والشاي والسندوتشات والحلوى والخضار في الشارع، حتى البلطجيه، حتى اطفال الشوارع، دول كلهم انا اعتبرهم انهم من المهمشين اللي لابد ان احنا نرفع مستوى الوعي المجتمع فيهم من خلال صناع الوعي المجتمعي. طيب الهرم الرابع اللي نتكلم عنه برضك ده يرجع للخوف وخفرع ومنقرع في مصر مره ثانيه، وهنبني فيه المجتمع المندمج ده اللي هو حلم حياتنا، مجتمع مندمج. معنى كلمه مجتمع مندمج انه مش مجتمع يعني لون واحد، او مجتمع فمش مجتمع فصيل واحد، مش مجتمع ثقافه واحده، مش مجتمع دين واحد، مش مجتمع تاريخ واحد، لا، هو مجتمع مندمج اللي هو بيكون في تجانس كثير بين ثقافات وقيم واخلاقيات وتواريخ الشعوب او المجتمعات التي عاشت داخل الوطن في هذا المكان.
فبنبدا فيه من تحت برضك. اول شيء بنعمله هو الاندماج الاقتصادي. يعني ايه اندماج اقتصادي؟ يعني انا اتعامل مع الرجل او المراه اللي بتشتغل في بتبيع على عربيه او في الشارع بان هو يكون يؤمن انه الاقتصاد اللي هو بيبنيه على مستوى العربه اللي عنده او على مستوى ال 100 جنيه او 100 دولار او 200 دولار بتوعه هو جزء من بناء اقتصاد المجتمع الكبير. يعني هو لا يقل قيمه عن اصحاب الشركات عابره القطار القارات، اصحاب الشركات العابره للدول، واصحاب المصانع الكبرى الى اخره. فالاندماج يكون ما بين هؤلاء اللي هم الاقتصاديين الصغار اللي هم بيعملوا اقتصاد الغير رسمي، والاقتصاديين الكبار بتاع اللي بيتكلموا في مليارات وتريليونات من الدولارات. ده الاندماج الاول، وده مهم جدا ان كل يشعر انه مندمج في بناء الاقتصاد الوطني للدوله. التاني الاندماج الاجتماعي. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا كلنا مجتمعات مختلفه داخل نسيج مجتمعي كبير، فكل منا بيحافظ على نسيج المجتمع اللي بيمثل طيف من الوان الطيف داخل نسيج المجتمع الوطن. ما هياش انصهار، ولكنها اندماج. يعني كل يعني احنا لو زي ما ذكرت قبل كده في المحاضره اللي فاتت عن النازحين اللي خرجوا من دير الزور ومن الحسكه ومن حلب ومن حمص وكذا وجم على ادلب، كل واحد فيهم جاي من مجتمع صغير يختلف عن مجتمع ادلب، وكلهم عملوا مجتمع جديد. فبالتالي مفيش اندماج، مفيش انصهار، لكن في اندماج عشان يطلعوا مجتمع جديد. كل منا في داخل هذا المجتمع يستطيع ان يتميز بما عنده من كل هذه الميز. الانتماء، كلنا منتمين لايه؟ منتمين لوطن واحد، منتمين لوطن واحد. انا من خلال ان انا مثلا، لو انا بضرب المثل لان انا من اصل مصر، يعني لمصر، انا من النوبه منتمي لمصر وطن مصري، انا من سوهاج صعيدي منتمي لمصر للوطن المصري، انا من البحيره منتمي لمصر للوطن المصري، انا من اسكندريه منتمي للوطن المصري، انا من سيناء منتمي لمصر للوطن المصري، انا من الصحراء الغربيه او من الفرافره او الواحات انا منتمي لمصر الى اخره. فكل منطقة بتنتمي انتماء وطني للوطن ككل، مش للحتة الجغرافية بتاعتها، مش للمحافظة بتاعتها فقط، لا، مش للعرقية بتاعتها، لا، مش للصعايدة، مش للبحروة، مش للسنوية، مش لا، أبدا أبدا أبدا. كل منا ينتمي للانتماء الكبير اللي هو بيكون الوطن اللي احنا عايشين فيه. الاندماج الثقافي مش معنى ان هو إذابة، كل ثقافة بتيجي تعرض ثقافتها. يعني لما نحن نتكلم عن، أنا متأكد مليون المية لو كان ده في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا، كل مدينة ليها ثقافة تختلف في شكلها الخارجي عن ثقافات مدن أخرى، سواء كان ده في أي بلد في العالم، أي بلد في العالم. اتكلم على بريطانيا، اتكلم على ألمانيا، اتكلم على أمريكا، اتكلم عن كل، اتكلم عن مصر، اتكلم عن كل هذه. فايه؟ فده الاندماج الثقافي، فتاتي كل هذه الثقافات لتصنع صوره صوره يعني جميله مزهره زاهيه لشكل المجتمع من الداخل اللي هو بتتعدد فيه الوان الاطياف المختلفه. الاندماج الاخلاقي، كلنا بنتفق على اخلاق مجموعه من الاخلاقيات داخل المجتمع. لا نستطيع ان ايه؟ نتنازل عنها على الاطلاق، على الاطلاق، على الاطلاق. القيمي، وكذلك مجموعه من القيم كذلك، والإيماني، كلنا بنؤمن. ما هو إيماننا؟ إيماننا بأنفسنا، إيماننا بعقيدتنا، إيماننا بربنا، إيماننا بوطننا، إيماننا بتاريخنا، إيماننا بثقافتنا، إيماننا بحضارتنا، إيماننا بأجيال. كل هذه الأشياء، كل هذه الإيمانيات لابد أن نندمج فيها لكي نصنع إيمان، اندماج إيماني. يبقى الاندماج سبعة خطوات أو سبعة مراحل: اقتصادي، اجتماعي، انتمائي، ثقافي، أخلاقي، قيمي، إيماني. وده، وإذا استطعنا أننا نكون هذه الاندماجات السبعة، نستطيع أن نصنع الهوية المجتمعية، نستطيع أن نصنع هذا المجتمع. فننظر لمثل هذا المجتمع الذي استطاع أن يبني كتلة كل هذه الاندماجات، أنه له شخصية متميزة تنم على قدرته على الاندماج مع كل فصيل داخل المجتمع. والكل لا ينصهر، ولكن الكل يكون هذا المجتمع ويحافظ على هذا المجتمع،
ويتميز بعرض كل ما عنده من امكانيات لبناء والمحافظه على مثل هذه المجتمعات. يبقى كل هذا هيوصلنا في ايه؟ في المجتمع المندمج، زي ما احنا شايفين في الشريحه، اللي هو من الاندماج الاقتصادي الى تكوين الى صناعه الهويه المجتمعيه. في شعوب ليست لها هويه، في شعوب ليست لها شخصيه، في شعوب ليس لها تاريخ، وده مصيبه سودة انهم مش عارفين حتى تاريخهم، والتاريخ اللي يدرس لهم في المدارس تاريخ ما لا يعرفوه ولا يعرفه الاباء، فناتيهم بتواريخ دول اخرى لم تعش على ارض الواقع داخل مجتمعاتهم اللي هم عايشين فيها. يبقى دول اربع اهرامات اللي احنا بنتكلم عنهم علشان ننتقل من المرحله الاولانيه اللي هو المسارات واللي هي المتوازيات واللي هي الكتل والحاجات دي كلها، الى مرحله الخدمات اللي هي الايه والتقاطعات والتشابكات، الى مرحله بناء المجتمع المندمج. نوصل للختمه، وفي الختمه دي انا عرضت لكم الصوره اللي على الشمال دي. الصوره اللي على الشمال دي صوره لقبائل الدينكا اللي كانت عايشه على، مش الدينكا سوري انا اسف، الانكا، الانكا اللي هي في امريكا الجنوبيه، اللي كانت عايشه على الجبال، وزي ما انتم شايفين البيوت مبنيه من الحجاره، مبنيه بطريقه رائعه رائعه رائعه، لانهم كانوا الغزاة بيجوا دايما يسرقوا المحاصيل الزراعيه بتاعتهم في الوادي، وفي نفس الوقت يعتقدوا عندهم ذهب، فطلعوا عشان يحموا نفسهم بنوا بيوتهم على الجبال، حتى وكانوا خايفين من ايه؟ من الزلازل اللي كانت بتحصل دايما. فحتى بناء الحجاره البيوت كانوا بيقطعوا الحجاره بزوايا مختلفه تستطيع ان تجعل الحجر متماسك مع الحجر الاخر، حتى لو جه زلزال ما ينهارش البيت على الساكن فيه. فتلاقي الحجر في هذه الحجاره داخل البيوت عنده ست او سبع او خمس زوايا متقطعه ومتشابكه مع بعض كده. فده طبعا انا بحب جدا حضاره الانكا، اولا ظلمت في التاريخ، مش مشهوره زي الحضاره المصريه القديمه، لكن انا طبعا ارفع القبعه لاصحاب هذه الحضاره. احنا شاهدنا بقى في الجزء الاول ايه؟ كيف نبني هيكل المجتمع، اللي هو البيت او المجتمع اللي هنعيش فيه. هنبني بيت او المجتمع، قلناها قبل كده من اسبوعين، ارجعوا للمحاضره من اسبوعين، المحاضره الاولى. يعني في الجزء الثاني تحدثنا عن الغوص في اعماق النفس البشريه، وما تريد هذه النفس من خدمات، واشرنا الى الخطر، خطر ايه؟ الذي سوف تحدثه الثورات المعلوماتيه، الخطر الذي سوف تحدثه الثورات المعلوماتيه، خاصه من خلال منصات التواصل الاجتماعي. والذي قد تؤدي الى تدمير الكوكب الارضي، فلا علم بلا ايمان، ولا قدره بلا يقين، ولا حضاره بلا اخلاق. فلا علم بلا ايمان، ولا قدره بلا يقين، ولا حضاره بلا اخلاق. ولكن وفي هذا العصر اللي احنا بنتكلم فيه فقدنا ايه؟ فقدنا الايمان واليقين والاخلاق. لذلك فسوف تصبح علومنا واكتشافاتنا مدمره لنا. ليه؟ لان ما فيش حد عامل كنترول على ايه؟ الثورات المعلوماتيه او الثورات التواصل المجتمعي اللي انا اتكلمت، منصات التواصل المجتمعي. اما في الجزء الثالث اللي انا بتكلم عليه النهارده زي ما عرضت لكم معايا، نرجع مره اخرى لنشعر بقيمه المسلمات اللي الكورونا جعلتنا اننا نحس انها غائبه عنا وكانت بالنسبه لنا شيء وفقدناه. قيمه المسلمات التي منحها الله لنا. ومن خلال هذه المسلمات نفتح خطوات البناءات الحقيقيه للمسارات المجتمعيه المندمجه اللي اتكلمت عنها في الشريحه الماضيه، التي نود ان نعيش بداخلها، نريد ان نعيش في مجتمعات مندمجه مع بعضها البعض، مش متناحره زي ما اعداء الوطن واعداء الانسانيه بيجعلوا الشعوب تتناحر مع بعضها البعض وبيقسموهم على الطرق العرقيه والثقافيه وكل هذه والحزبيه الى اخره. ننتقل بالتدرج بداخلها، ها، في بناء المجتمع المندمج، فنسير فيه سويا من مرحلة الصدمة إلى المسلمات إلى بناء الوعي المجتمعي. صدمة، مسلمات، وعي مجتمعي، ثم في بعدها اللي هو المجتمع المندمج. لقد رأيت أنا وأنتوا، لو أنتوا تابعتوا الكلام معايا من أسبوعين أيضا، من أسبوعين، لقد رأينا أطوار بناء هذه المسيرة المجتمعية داخل فين؟ داخل أغوار النفس البشرية وداخل المسارات المجتمعية ومركباتها المعقدة والقادرة على إدارتها. شفناها دي، شفناها في الجزء الأول وشفناها في الجزء الثاني.
ومن ثم انتقلنا لمرحلة الاندماج المجتمعي اللي بنتكلم عنه النهارده. لابد أن نجعل المجتمع مندمج مرة أخرى، لأن اللي بيحصل ما بين الفصائل بنسميها فصائل دلوقتي ده فكر استعماري حقير، يجعل مثلا الناس اللي في المنطقة دي أعداء الناس في المنطقة دي، والناس في المنطقة دي ليه؟ لكي ينشغلوا بالحروب الداخلية، فيستطيع المستعمر أو المستغل أو السارق أن يأتي ليسرق مخدرات مثلا الشعوب. وهذا في بالضبط ما يحدث حاليا في منطقة اسمها، في دولة من أغنى الدول في العالم اسمها الكونغو الديمقراطية، تسرق، هي أغنى من أغنى الدول في العالم. ومن ثم ننتقل إلى البناء المجتمعي الاندماجي والمتميز. يعني مشينا المسائل المجتمعية، أغوار النفس البشرية، مسارات في الداخل، وبعدين ننتقل لمرحلة البناء المجتمعي الاندماجي. اعرفوا كلمة الاندماجي دي اسمها integration or integrated، integration or integrated society. وهنا بقى أرجع أعرف بالاندماج مرة أخرى، لأن أعني بالاندماج الانصهار والذوبان. لأ، كان في أغنية لمغني إماراتي اسمه الجسمي بيقول الصعيدي والبحيري ومش عارف إيه، بس مش فاكرها يعني، بس إحنا كان جميل وكلماتها، بأنهم كلهم يكونوا مندمجين في الوطن المصري ده أنا بتكلم عليه. والذوبان، ولكن نعني به التميز، ولا نعني بالاندماج الانصهار والذوبان، ولكن نعني به التميز والتعددية. والاندماج يعني أن كل منا من خلال ثقافته وعقيدته وتاريخه يصبح قادر على التعايش والتكامل مع أبناء مجتمعه من خلال الرؤية الكاملة لكيفية بناء مجتمع قاعدته الاندماج المتميز وصرحه التكامل في الأداء الفعال. الحفاظ على دائمو بقاء هذا الصرح السابق. أرجع أقولها مرة ثانية لأن دي مهمة جدا جدا جدا، نفرق ما بين الانصهار والاندماج. ولا نعني بالاندماج الانصهار والذوبان، ولكن نعني به التميز والتعددية. والاندماج هنا يعني أن كل منا من خلال ثقافته وعقيدته أو من خلال ثقافتها وعقيدتها وتاريخها يصبح أو تصبح قادرة على التعايش والتكامل مع أبناء مجتمعه، أبناء المجتمع، من خلال رؤية كاملة للمجتمع لكيفية بناء هذا المجتمع. كيف بناء هذا المجتمع؟ الرؤية الكاملة كنا احنا شايفينها، لذلك انا اتكلمت بعد الإفاقة، آخر مرحلة في الإفاقة قبل العمل هي وضع الرؤية في الصريح اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الهرم بتاع اللي هو الصدمة. يصبح قادرا على التعايش والتكامل مع أبناء مجتمع من خلال الرؤية الكاملة لكيفية بناء مجتمع قاعدته الاندماج المتميز وصرحه التكامل في الأداء الفعال للحفاظ على إيه؟ على ديمومة بقاء هذا الصرح الذي تسعى به الخلائق. مش انصهار، مش ذوبان، لا. سوريا فيها 26 محافظة ولا 18 محافظة ولا 20 محافظة ولا السودان كذا، كل محافظة متميزة بشيء يكمل التميز في المحافظة الأخرى. فهل نحن متعظون يا شباب إن ده بقى ليكم مرة تانية يا شباب؟ ده بكلمكم ليه؟ لأن أنتوا الأساس أمل الأمم. متعظون فما زال في الوقت سعة. فهيا بنا لنبني هذا المجتمع المندمج المتكامل المتميز الذي تسعى بداخله كافة الخلائق. ومن أقول كافة الخلائق الغير بشرية التي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى. برجع راجع معاكم مرة تانية بقول إيه؟ بقول لقد بدأت معكم مسيرة هذه المجموعة الثلاثية، ثلاث محاضرات من المحاضرات، برسم خط الفيسبوك الزهر مزعلني اليوم النهاردة، مفيش فايدة فيه، بيقعد يقطع، مش عارف أحطه على إيه تاني. أنا مش عارف أني صفحة حتى. لقد بدأت معكم مسيرة هذه المجموعة الثلاثية من المحاضرات برسم خط واحد، أردت به التحدث عن رسم متوازيات مجتمعية عشان التاريخ، دراسة التاريخ، لتحديد كيفية دراسة التاريخ. ثم تشعبت هذه الخطوط المتوازية داخل المجتمع إلى أصبحت مسارات مجتمعية ومركبات وكتل مجتمعية. يبقى كان خط واحد متوازيات للتاريخ
وتشعبت الى ان اصبحت مسارات مجتمعيه ومركبات مجتمعيه وكلمات مجتمعيه، ثم تشعبت مره اخرى لمتقاطعات ومتشابكات ومتطابقات ومترادفات ومترادفات. كل هذه الاشياء يحتاجها المجتمع، كل هذه الاشياء يحتاجها المجتمع، كل هذه الاشياء يحتاجها المجتمع. خد بالك؟ ثم ما سوف تحدث الثوره المعلوماتيه وثورات منصات التواصل الاجتماعي داخل المجتمعات. احذروا يا شباب مره اخرى من ان هذه الثورات الغير متمكنين من التمكن فيها، الغير قادرين على التمكن فيها، قد تؤدي الى دمار الكوكب الارضي. زي ما انا اتكلمت قبل كده، تؤدي الى دمار الكوكب الارضي الذي نعيش فيه. قد بدات معكم مسيره هذه المجموعه الثلاثيه من المحاضرات برسم خط واحد اردت به التحدث عن رسم توازيات مجتمعيه لتحديد كيفيه دراسه التاريخ، ثم تشعبت هذه الخطوط المتوازيه داخل المجتمع الى مسارات مجتمعيه، مركبات وكتل مجتمعيه، متقاطعات، متشابكات، متطابقات، مترادفات، تكتلات. ثم ما سوف تحدثه الثوره المعلوماتيه وثورات منصات وسائل التواصل الاجتماعي داخل المجتمعات من دمار قد يؤدي الى تدمير الكوكب الارضي الذي نعيش فوق ارضه. كلما، زي ما انا قلت قبل كده، هو كلما ازداد رسوخ المجتمع في مكان ما، كلما ازدادت تعقدات الخدمات التي يحتاجها ابناء هذا المجتمع. ومن ثم تنتقل بين خطوط المتوازيات اللي بتاع التاريخ دي الى مرحله البناء المجتمعي. المتوازيات لدراسه التاريخ الى مرحله البناء المجتمعي الاندماجي الذي يصبح فيه كل انسان، كل انسان مننا متميز داخل مجتمع متكامل مع بعضه البعض. ومن ثم تنتقل بين خطوط المتوازيات الى مرحله البناء المجتمعي الاندماجي الهرمي، فنجد ان لدينا فيها اربعه اهرامات زي ما احنا قلنا. الهرم بتاع الصدمة، الهرم بتاع المسلمات المجتمعية، الهرم بتاع بناء الوعي المجتمعي، والهرم الأخير بتاع بناء اللي هو الاندماج، المجتمع المندمج اللي بيؤدي إلى بناء الهوية المجتمعية. أربع أهرامات. داخلهم 44 قيمة وحقيقة وقاعدة وأساس مجتمعي. لو أنتوا شفتوا الكلام اللي مكتوب هتلاقي في 44 قيمه موجوده وحقيقه وقاعده واسس مجتمع. ممكن تعملوها 50، ممكن تعملوها 60، ممكن تعملوها 30، زي ما انتم عايزين داخل هذه الاهرامات الاربعه. اذا فعلينا ان ندرك، ايوه الشباب، يعني علينا الادراك. اتكلمنا قبل كده عن الوعي، اتكلمنا قبل كده عن الافاقه، اتكلمنا عن كده المسلمات، اتكلمنا عن كده اللي هو المسلمات، وكذلك اللي هي المسلمات والافاقه والصدمة. علينا أن ندرك أننا إن خطونا الخطوة الأولى داخل مسيرة البناء المجتمعية فالمسيرة لن تأخذ ساعة أو شهر أو سنة، تأخذ سنوات أو حقب زمنية أو أجيال. فعلينا أن ندرك أيها الشباب أننا إن خطونا الخطوة الأولى داخل مسيرة البناء المجتمعية فسوف تأخذنا هذه الخطوة إلى بناء هذه الأربطة المجتمعية اللازمة لبناء المجتمع المندمج المتكامل والمتميز. فالمسيرة لن تأخذ ساعة أو أيام أو أشهر، بل سنين وحقب زمنية وأجيال. فهل أنتم مستعدون؟ نرجع مرة ثانية، أنا دايما برجع أسأل مرة ثانية وثالثة ورابعة، أنتم مستعدين أو مش مستعدين؟ أيها الشباب، لرسم الخط الأول الخطوة الأولى داخل هذه المسيرة المجتمعية ولا لا؟ أنتم مستعدين؟ يعني النداء كان ليكم في المحاضرة اللي فاتت، وكان ليكم في المحاضرة اللي قبل كده أهو. فنحن بكرر النداء مرة أخرى، فنحن مستعدون لرسم الخط الأول وخطوة الخطوة الأولى داخل هذه المسيرة المجتمعية أم لا؟ شريحة؟ فتعلموا أيها الشباب الواعي، والحمد لله أن كلكم شباب واعي، أن كل خط نخطه داخل المجتمع هو بداية مسيرة. كل خط بنرسمه وكل خطوة بناخدها هي إيه؟ هي بداية مسيرة، بداية مسيرة ستكتمل بنا أو بمن بعدنا. مسيرة إيه؟ لإحداث التغيير المجتمعي المنشود التي تريد المجتمعات، ليس لا ما نريده نحن، التي تريد المجتمعات. فما الحياة؟
بأكوانها إلا مجموعات متناسقة من هذه الخطوط الهندسية. الحياة برمتها الكبيرة دي هي مجموعة متناسقة من هذه الخطوط الهندسية البديعة الصنع والمتداخلة داخل أنسجة الكون المترامي الأطراف. فما الحياة بأكوانها إلا مجموعات متناسقة من هذه الخطوط الهندسية البديعة الصنع والمتداخلة داخل أنسجة الكون المترامي الأطراف. دي مسلمات أيضا عند الخالق. فكل مخلوق منا صغر أو كبر، كوكب كان أو مجرة، شمسا كانت أو قمرا، إنسانا كان أو حيوانا، نباتا كان أو جمادا، سائلا كان أو حجرا، وغير ذلك من مخلوقات الله البديعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. يعمل كل هؤلاء يعملوا طبق هذه التركيبة العجيبة المركبة من الخطوط الهندسية المتناسقة داخل هذا التركيب العضوي لكل كائن حي. أقولها تاني دي لأنها شوية تقيلة كده. فكل مخلوق منا صغر كان أو كبر، كوكب كان أو مجرة، شمسا كانت أو قمرا، إنسانا كان أو حيوانا، نباتا كان أو جمادا، سائلا كان أو حجرا، وغير ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلها البديعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. يعمل طبق هذه التركيبة العجيبة المركبة من الخطوط الهندسية المتناسقة داخل هذا التركيب العضوي لكل كائن حي. يعني احنا ماشيين بهذه الخطوط الهندسية داخل تركيبنا العضوي وداخل تركيب كوكب الحياة كوكب الأرض. وما المجتمع إلا هذا الكائن الحي الكبير الذي نسعى إلى بنائه داخل هذه المساحات الأرضية المترامية الأطراف والأزمنة الوقتية الضاربة في أعماق التاريخ والثقافات والفلسفات المحلية الناشئة بين أغصان الشعوب والأمم. وبنفس الطريقة التي خلق الله بها كافة الخلائق فإن أيقننا حقيقة هندسة الحياة فسوف نيقن أن الحياة خالق مبدع نظم هندسيات بناء الأكوان وفق نظام بديع يعجز الباحثين. فسوف تسيرون معنا داخل هذه المسيرة يا شباب، فإن منتظرون. أرجع أقول مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة فذكر فإن ذلك تنفع الشطار. كل مخلوق منا صغر أو كبر، كوكب كان أو مجرة، شمسا كانت أو قمرا، إنسانا كان أو حيوانا، نباتا كان أو جمادا، سائلا كان أو حجرا، وغير ذلك من كل هذه المخلوقات البديعة كلها اللي خلقها الله سبحانه وتعالى تبقى إيه؟ تبقى هذه التركيبة العجيبة المركبة من الخطوط الهندسية المتناسقة داخل هذا التركيب العضوي لكل كائن حي في سيستم في نظام. وما المجتمع اللي هنكونه إلا هذا الكائن الحي الكبير الذي نسعى إلى بنائه جميعا داخل هذه المساحات الأرضية المترامية الأطراف والأزمنة الوقتية الضاربة في أعماق التاريخ والثقافات والفلسفات المحلية الناشئة بين أغصان الشعوب والأمم. وبنفس الطريقة التي خلق الله بها كافة الخلائق فإن أيقنا حقيقة هندسة الحياة فسوف نيقن أن الحياة خالق مبدع نظم هندسيات بناء الأكوان وفق نظام بديع يعجز الباحثين. فهل سوف تسيرون معنا داخل هذه المسيرة يا شباب مرة أخرى؟ كلام موجود عندكم ممكن تنزلوه تطبعوه، فإنا منتظرون. طيب الشريحة في 5 استفهامات أنا حطيتها في لو أنتوا أخذتوا بالكم من الكلام موجودين في العرض اليوم. 5 استفهامات: هل نحن أقوياء؟ هل نحن متعظون؟ هل نحن مدركون؟ هل نحن مستعدون؟ هل سوف تسيرون معنا ولا؟ 5 استفهامات دول أنا حطيتهم لكل شاب وشابة منكم. 5 استفهام دول حطيتهم لكل شاب وشابة منكم. لقد طرحت هذه الاستفهامات عليكم أيها الشباب لنعلم إيه بقى اللي هنعلمه؟ لا عشوائية في العمل، لا انفعالية في الأداء، لا انغلاقية في التفكير،
ولا انحساريه وانحصاريه في التخطيط الاستراتيجي، بل انه التدرج المعرفي في بناء معالم الطريق الذي سوف تسير بين جنباتي المجتمعات وفق خريطه عمل ميسره محكمه ومتكامله يراها القاسي قبل الداني، فهل تحقون بركب السير فيها لاحداث ايه؟ التغيير المجتمعي المنشود والمؤدي الى بناء المجتمع المندمج المتكامل. اول مره ثانيه، الخمس استفهامات اللي موجودين قدامكم بالاحمر دول انا طرحتهم في العرض عشان نعرف ايها الشباب انه لا عشوائيه في العمل، لا انفعاليه في الاداء، لا انغلاقيه في التفكير، لا انحساريه بالسين او انحصاريه بالصاد في التخطيط الاستراتيجي، بل انه التدرج المعرفي في بناء معالم الطريق الذي سوف تسير بين جنبتي المجتمعات وفق خريطه عمل ميسره محكمه ومتكامله يراها القاسي قبل الداني، فيلتحقون بركب السير فيها لاحداث التغيير المجتمعي المنشود والمؤدي الى بناء المجتمع المندمج المتكامل. المجتمع المندمج المتكامل. طبعا انا المحاضره كانت صعبه طبعا، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتم منها، وهنحاول ان شاء الله ان احنا نقولها باللغه الانجليزيه يوم الجمعه ان شاء الله معاكم مره اخرى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.